ايه كنتي الشقرة؟ انتي شو عم تعملي هون؟ كيف يعني؟ مو انتي اللي قلتي لي اجي لعندك؟ امسكي لشوف، انا هيك قلت؟ اخ والله لازم يكون عندي حدا يساعدني، مخي ما عاد عم يستوعب مين رح يجي ومين رح يروح. وليش انتي اللي فتحتي الباب؟ وين ناجية؟ هلا اتركينا من ناجية، صارت معي مصيبة كبيرة مرت عمي. يا الله شو لحقتي تخبصي؟ كلهم على بعضهم ساعتين اللي غبتون، لحقتي تقومي الدنيا وتعملي مصايب فوقها؟ هالمرة مصيبة كبيرة كتير. شو القصة؟ ليكون الموضوع له علاقة بالبيبي؟ ايه صح، الموضوع هو البيبي، في حدا شافه. رفيف ما تحكي بالألغاز لو سمحتي، لأنك فاشلة ما بيطلع معك. شو صار بالضبط؟ هي الغبية ميسون من شوي شافته. شو اللي شافته؟ البيبي اللي ماله موجود. كيف يعني؟ انتي ليش ما بدك تفهمي شو عم قول؟ عم قلك انه شافت البيبي اللي ماله موجود. انا عم بسألك كيف شافته يعني؟ لك شافت هاد هاد. شو قلتي؟ مو حضرتك قلتي لي انه لازم بطني تكبر من شهر لشهر؟ طلبت هاد من على الانترنت وجبته، بيستخدموه بالافلام والمسلسلات. الغبيه شافتني وانا عم زبطه. عم تقولي ميسون شافته؟ انتي شلون بتخليها تشوفه؟ شو جنيتي يعني؟ غبيه انتي. وين هلا؟ هي طلعت لعند جدي اسماعيل، صار لها زمان، انا خايفه تكون حكيت له شيء. ما عم بفهم ليش كل هالمصايب عم تنزل فوق راسي. حن وتلطف بعبدتك المسكينه مديحه يا ربي. انتي خليكي هون، اصحك تتحركي، انا طالعه اشوفها. ليك الازعر ما احلى نوم، شلون نايم مثل الملايك ما شاء الله. ملاك ملاك، روح جدو انت، روح جدو. بنتي شبكي ليش هيك مخطوف لونك؟ صاير معك شيء؟ شو الموضوع؟ شو بدك تضلي ساكتة هيك؟ احكي بنتي ما تجاوبيني. والله جاي على بالي احكي له كل شيء لارتاح، بلكي بيقلي شو اعمل. يا ربي تساعدني، يا ربي تساعدني. جد اسماعيل، انا تحت. شفت شغله. وينك ميسون؟ ها انت هون. بنتي مديحه ليش هيك فايتي؟ ما بتعرفي تدقي الباب بالاول؟ كنت رح تفيقي الولاد. عمي الموضوع ما له اي علاقه فيكن، انتو تسلوا مع بعض. انا اجيت اخذ ميسون. شو بدك فيها عمي؟ يعني انت المقابلات التلفزيونية يلي عالماشي هاي ما بدك تبطلها؟ رفيف كانت بدها تسألها عن شوية شغلات بخصوص الأولاد، بدها اياها دقيقتين لميسون. طيب ماشي، يلا خديها. يلا ميسون، يلا امشي لشوف. يلا حبيبتي بالإذن. انت بتعرفي شو بدها تسألني رفيف خانم؟ مو هي انا اللي رح اسألك، انتي عميلة ولا مربية أطفال؟ فهميني شو شغلتك؟ شو قلتي يا خانم؟ شو هي؟ تحركي، مو ناقصني غيرك، تحركي لشوف. وهلأ أحكي لشوف ميساء، عيونك المبلبصين هدول، احكي لي شو شافوا اليوم؟ شو؟ اسمها ميسون مو ميساء. دخيلك انتي، ميساء ولا ميسون شو رح تفرق يعني؟ اسمعيني منيح بنتي، نحنا هلأ عم نحكي معك حكي نسوان. رفيف قالت لي إنك شفتي شوفة اليوم، هاتي قولي لي لشوف شو شفتي مشان ما كبر القصة. أنا ما شفت شيء أبداً. ميسون طلعي فيني، أنا بعرف كيف خليكي تحكي، بس اسمعي مني وقولي لحالك، لا تخليني هلأ أرتكب فيكي جريمة. ميسون بنتي الحلوة، يا أحلى المربيات، يلا أحكي. يعني أنا ميسون احكي وخلصينا. يعني أنا شفت رفيف خانم ربطت شي ببطنه وخبته، ما فيني أنكر هالشي. لا ميسون بلا خبته شفتها بعيوني. إذا أنا قلتلك ما شفتي معناتها ما شفتي ميسون. يعني لو ما شفت شي كان أحسن لي، مو هيك قصدك مديحة خانم؟ وهلأ يا ميسون أول ما بتطلعي من هالبيت بتنسي كل اللي شافوا عيونك، وإذا رحتي حكيتي لأي مخلوق بتعرفي شو رح يصير فيكي؟ بقلعك فوراً. مو بس أنتي، رح قلع ناجية كمان وراكي. لا دخيلك، لا تقلعي دخيلك. يعني أنا ما بعرف قديش عليها ديون للبنك، بيجي البنك وبياخد لها كل الحيلة والفتيلة وبتتبهدل، وأنتي رح تكوني السبب. دخيلك مديحة خانم، خالتي عليها ديون كتيرة ووضعها كتير صعب هلأ، لا تقلعيها. معناتها تمك هذا بتسكري، مفهوم حكي؟